موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود الخصم في اس ال. السلام عليكم، وجدتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع عن روكت ليج لكن مو بداخل روكت ليج. القناه اللي قاعدين نشوفها الحين تنزل بين فتره وفتره اهداف كثير، فهذه الاهداف عباره عن 63 هدف. مده المقطع 11 دقيقه، راح نشوف افضل اهداف هذا المقطع. فقبل ما نبدا المقطع لايك اشتراك، فعلوا زر التنبيهات، لا تنسوا كود في اس ال موقع روكت ليج اكستشينج، كود VSL في الايتم شوب، موقع تلقى تحت في الوصف. الكريدت عندهم ارخص من اللعبه، ففضلا لا امرا اللي يبغى يشتري يضبطنا بكود VSL راح يخصم له، راح يفيدني انا. كود VSL نمشي يا شباب اللي يشتري ملابس وكذا. يعطيكم العافيه، خلونا نبدا في المقطع. بسم الله. انا المشكله ما ادري المقاطع هذه عليها كوبي رايت ولا لا، بس خلينا نقصر الصوت لاخر شيء. ان شاء الله ما عليك كوبي رايت ان شاء الله. بسم الله. اوكي، هذا رقي سيلينج وعاطني حبه مش. لا 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 لا، عطاه جنب ريسيت دايم الحركه. توقعت بس نهايه البنش، بس والله العظيم شيء رهيب. يا ساتر. اوكي، بنش ثاني هنا. قول لا يا البنش، لا على ورا بعد. يا ساتر يا ساتر. اتوقع اغلبها تكون برايفت جيم او شيء زي كذا، والله ما ادري يا اخي. شوف كيف حركه السياره، كيف الوايف داش. شو يا ساتر التحكم، وش ذا؟ كيف تحكمها كذا؟ عطني حبه ماستي وهوب. لا ودبل دبل اجدار. يا ساتر واللي زاويه ودير. هذه بنش. كم سرعتها؟ كم سرعتها؟ ابغى اشوف سرعتها اللي قبل شوي يا اخي. طق الثاني شلون طق اللي قبل شوي؟ ما ادري والله ما ادري. خذك دبل وهوب ريدايركت اليم ديم ديم. بنش بعد. لا يو والله قويه. خذ لك هنا جنب ريسيت ودابل. تقول بس تقول. اوكي نايس والله، زاويه رهيبه. ديم يا اخي الويب داش يا اخي، اللي يعرف له والله العظيم اهني. خذ لك خذ لك خذ لك يا ساتر بالريفس بعد. وهنا حبه بوتشوب. ديم اللي قبل شوي والله يا ديم يا اخي، صعبه الزوايا ذي والله صعبه. اوكي اوكي، هذا اعطاها صحن الدوار، حركه صحن الدوار. بسم الله. هوب هوب، كم جمب ريست؟ سبعه. هوب هذا اعطاها باص عيون. والله ديم، وذا باص عيون بعد. ايش فيه بريوس بعد يا اخي، اللي يتحكمون بالكره زي كذا والله اهنيهم، والله اهنيهم. لا تطير ولا تقول لي شيء. كم سرعتها ذي؟ 3 مليون 202. يا ساتر ولا شو البنش الثاني؟ طيب سرعتها كم البنش الثاني؟ اوكي ماستي وقالي سيلينج وعطى دبل تاتش وهوب، سموم افضل من اللي قبل شوي. اوكي هذا متفقين مع بعض. وخذ لك جنب ريست وجنب ريست وجنب ريست وهوب في المرمى. نايس والله نايس. شوف الوايف داش على البنش على الدبل. ايش فيه والله مجنون ذلك قبل شوي. اوكي جمبر ست وجمبر ست ثاني بعد والله ديم يا اخي، التحكم زي كذا. يا ساتر جات في خويه جول والله نايس. شوف الجمبر ست كيف، شوف الجمبر ست، اربع جمبر ست. ايش فيه والله ذا كنا يلعب ببليد يا شباب، اللي يعرف لعبه ببليد هذه اللي قبل شوي. وهذا يعطيها باص عيون، ما يشوف المرمى يشوف الكوره بس، خلاص جول. اوكي. دام يا الكنترول، والله يتحكم مو طبيعي اللي قبل شوي. هذه الزاويه جامده، هذه الزاويه جامده، قد جبنا زيها يعني شباب. ف كذا باص عيون وهوب وهوب، هذه اتوقع صدف ما ادري بس اتوقع يعني. شوف البنش. اوه يقطع ام اللعب يا عيال، يقطع ام اللعب. متوقع البنش بالضبط وين مكانه، والله العظيم شيء صعب مره ترى. اوه دام بدون بوس. شوف البنش شوف البنش شوف البنش. اوب يا ساتر يا ربي. اوب هوب هوب، عطني وايف داش اليم وباص عيون، والله العظيم مجنون مجنون. يا ساتر. اوكي دام الكنترول، حلو حلو اللي قبل شيء. يا ساتر يا ساتر الفلك اللي صار. ايش هذا ايش هذا، ايش كيف يتحكم بس
اي 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 وش الجمبر ست؟ وش الجمبر ست اللي ما ادري كيف سواه؟ اوكي ماستي على جمبر ست على بوف دبل، توقعت ريبل مو بدبل بعد. اوكي بشوت فيه يا ساتر، اسمه روكيت اصلا، اسم اللعبه يعني مختمه مره. اوكي اوكي وشوف ال... لا 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 المرمى الثاني. لا الهدف خرافي بس الحارس يستهفل، والله الهدف اسطوري قبل شوي. اوكي جمبر ست، لا ما ادري حظ هذه ولا وش، خرافيه خرافيه. اوكي شيك هلا سوى ساندويتش ما تسمون هذيك، لزق سياره في جدار خلاص. اوكي ماستي اعطني حبه دبل نايس يا اخي. شوف شوف البنش شوف البنش شوف كيف الحقه بذا السرعه ما ادري. شوف الوايب داش يا الله يا ساتر، شوف كيف التحكم والله العظيم مجنونين يا ساتر. اوكي شوف الطور جنب ريسيت ذا الطور بعد ايش فيه يا ساتر. بصيون يلعبها وطقه واحده نايس والله نايس. شوف السيلينج شوف الدبل شوف الزاوية شوف التسعين وشوف البونت يا ساتر يا السرعة. كم سرعتها؟ 162 حلوة بس ما هي بسرعة من هذيك، هذيك 202 يا ساتر. صح انها فيها شخصين بس تعتبر يا الله. شوف الكنترول اللي اتكلم عنه والله مو طبيعي يا عيال، والله مو طبيعي. شوف كيف تحكم في الكورة، هنا حبة بنش على دبل في الجهة المرة الثانية جاب على نفسه يعني. اوكي والله نايس شيك على البنش يا ساتر. هوب كيف طقها بذا السرعة بذا القوة وعلى ذا الارتفاع ما أدري بس جابها. بنش بنش في جدار بنش في جدار يووو ديم الزاوية هذا أعطاه حبة تري دايركت أليم لعب عليه والله قوية طقة فيه يا ساتر. تحكم والله تحكم مجنون. شوف البنش ووب في الزاوية، لا مو في الزاوية هذه بس حلو شيك لي تحكم. الله مجانين ذول يا اخي، ما تستمتع بالسوبر سونيك ولا جراند تشامبيون ولا اي شيء الا اذا شفت هذول الناس اللي يتحكمون بالسياره زي كذا اللي يجيبون ذي الاهداف الخرافيه. يعني لا تقول لي عرق وما عرق وما ادري ايش. شوف شوف كيف الكنترول السياره ضبطت معه وصدفت بس كملها يقلي على صح الدوار. هوب هوب هذا واقف اوكي مستسلم شكله او انه برايفت ما ادري يلا بس نايس. شوف المستي شوف ال آه الله تعبوني والله تعبوني. اوكي هذه حركة الو قوية شاتة. اوكي قلت كيف طار زي كذا. اوكي يا ساتر الزاوية يا ساتر يا ساتر يا ساتر عطى حبة ووب. هذا مجنون اللي قبل شيء والله مجنون والله مجنون بالتحكم. اوكي هذا بيعطي حبة جمبر ست وهوب مستيين ورا بعض شوف 4 دقائق وقت بضايع اوفر تايم يا ساتر. مجانين مجانين. اوكي وجابها من فوق حظ في نفس الوقت وزنها. اوكي هذا رقم سيلينج اعطاه حبه والله نايس. في البنش الزاويه المرمى الثاني يا ساتر. شوف كيف شوف كيف التحكم 10 10 بوست 10 بوست والله وجابها 10 بوست يا ساتر. شيك للبنش شيك للبنش يا الله اوفر تايم يا شباب اوفر تايم. هذا سعودي ايس يا ايس يا مجنون عطاه سندويشه ووب بالزاويه. هذا كم لقطه صارت له كثير بس تحكمه بالجمبر ست مو طبيعي ذا. شوف 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 دايركت يا ساتر صدعت صدعت شباب صدعت يا الله. شوف من بعيد جابها والله في عرب كثير يعني. اوكي هيك الجمبر ست وماستي نايس الله نايس والله. اللخم اللخم الحارس قبل شوي وذلك خلص البوس نايس. شيكلي 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 على السيلينج بعد. شوف البوس 14 بس جابها جابها بدون ما تلمس الارض. اوكي 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 مرمى الثاني لا 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 لا, لا مستحيل
المستحيل. والله العظيم الهدف الاخير ذا مو طبيعي. فيعطيكم العافيه المشاهده، ان شاء الله استمتعتوا. الامانه والله استمتعت في الاهداف هذه الجامده، كذا اعطتني طاقه اني اروح العب روكت، لكن يعني مستوى ما شاء الله تبارك الله. فباذن الله بكثر لكم مقاطع روكت ليج. اذا تبون زي كذا ترموي لايك بيفرق معنا مره، واشتراك وفعل زر التنبيهات، كود لايك شوف فيصل موقع روكت ليج اكسنت، كود فيصل بعد يخصم، رابط تحت. يعطيكم العافيه وانا اراكم على خير في امان الله. سلام.